بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرنا فيما مر مفسرا واحدا من مفسري القرن الرابع وهو محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير الكبير الذي يعتبر من مصادر التفسير كما قلنا. ومن المفيد هنا أن نشير إلى أن هذا التفسير حصل بالكثير والكثير من الإسرائيليات في واقع الأمر، وقد أشار لذلك جماعة من الباحثين والمفكرين المسلمين ونبهوا إلى هذه الثغرة، مع أن هذا التفسير في الواقع بدرجة من السعة والشمول ومن الاستيعاب كبيرة في واقع الأمر، إلا أنه كما قيل الجميل لا يكمل. ومن المفسرين في هذا القرن، القرن الرابع، علي بن الحسين بن بابويه القمي الذي يروي النجاشي عن تفسير الله، وقد توفي في 29 بعد 300 من الهجرة. ثالثا أحمد بن محمد بن عقدة له تفسير يروي عنه علي بن طاووس، توفي في 33 بعد 300 من الهجرة. رابعا عباد بن عباس بن عباد الطالقاني والد الصاحب بن عباد، له آيات الأحكام، كانت وفاته سنة 385. القرن الخامس الشريف الرضي محمد بن الحسين صاحب تفسير حقائق التأويل الذي حققته وطبعت جمعية منتدى النشر في النجف الأشرف، وقد توفي في السنة السادسة من بعد 104 من الهجرة. ثانيا أبو يحيى التجيبي الهندلسي، قالوا في ترجمته له تفسير غريب القرآن، كانت وفاته سنة 419 من الهجرة. ثالثا أبو إسحاق أحمد الثعلبي له التفسير المشهور تفسير الثعلبي، توفي سنة 427 من الهجرة. رابعا السيد المرتضى علم الهدى علي بن الحسين صاحب كتاب الغرر والدرر، توفي سنة 436 من الهجرة. ومن المفيد هنا أن نقف عند هذا الكتاب المسمى بالآمال أو بالغرر والدرر، فإن هذا الكتاب حظي بنصيب وافر من التقييم، وكان ذلك التقييم في محله، لأن هذا الرجل نهج منهجا لم ينهجه أحد، يعتبر من الأصول، هذا التفسير في واقع الأمر من الأصول في حضارة المسلمين والعرب، وذلك لأنه يشاور القارئ والمطالع مشارة نفسية،
وانتقوا به بين معطيات الآية الكريمة التي يشرحها في رياض متنوع ومؤنقة من الفكر والفلسفة والأدب والتاريخ والنصوص الشعرية المنتقاة المميزة. وقل أن تقع عين المطالع على كتاب يجمع كل هذه الخصائص وهذه الروائع، فهو كتاب جدير بأن يقرأ وجدير بأن يرشد الناس لقراءته حتى يقفوا على هذه الكنوز الممتعة. وهو بحق في تسميته بالغرر والدرر، فلقد جمع الغرر وجمع الدرر في وقت واحد. القرن السادس. أولا عماد الدين الكلاغراشي الشافعي علي بن محمد، له أحكام القرآن، توفي سنة 504 من الهجرة. ثانيا أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري صاحب الكشاف، الذي قالوا عنه أنه حنفي وتفسيره على طريقة الاعتزال، وهو كتاب يغلب عليه الجانب البلاغي، جانب البياني، جانب المعاني. توفي سنة 538 من الهجرة. ثالثا أبو علي الفضل ابن الحسن الطبرشي صاحب مجمع البيان، الذي توفي سنة 568 من الهجرة. والحق أن هذا التفسير على وجازته تميز بأمور. أولا تميز بعرضه لآراء مفسر المذاهب الإسلامية على نحو موجز وفي منتهى الموضوعية والاحترام، بحيث يذكر رأي المذاهب الإسلامية الأخرى كما يذكر رأي الإمامية على حد سواء، ويترك التقييم أحيانا للقارئ، وأحيانا قد يشير إلى ترجيح بعض الأدلة على بعضها الآخر. والأمر الثاني أنه يوشع المطالع أو القارئ أن يعود إلى تفسير القرطبي أو تفسير الفخر الرازي، فسيرى أن فصولا بكاملها يلتقي بها هذان المفسران العملاقان مع تفسير مجمع البيان، مع العلم أن مجمع البيان يسبقهما تاريخيا لأن وفاته أقدم منهما. القرن السابع. وفيه محمد بن الأثير الشافعي، له تفسير الإتقان بين أو الإنصاف بين الكشف والكشاف، وهما تفسير الزمخشري الذي هو الكشف الكشاف، وتفسير الثعلبي الذي هو الكشف، جمع بينهما. وتوفي هذا الرجل في السنة السادسة بعد المئة السادسة من الهجرة. ثانيا تفسير الفخر الرازي أو الفخر الرازي الشافعي محمد بن عمر، له مفاتيح الغيب، وهو التفسير الضخم والذي يعتبر مصدرا وثروة عقلية، تميز فيه هذا الرجل بالتشقيق والتبويب والتوسع خصوصا في المجالات العرفانية والفلسفية. توفي في السنة السادسة من بعد المئة السادسة من الهجرة.
ثالثا محمد بن أحمد القرطبي المالكي له الجامع لأحكام القرآن وهو تفسير مهم، ويتميز بغلبة الطابع الفقهي وإيراد التوسع في شرح الأحكام وشرح الجانب الفقهي من الآيات الكريمة. توفي في سنة 671 من الهجرة. رابعا محمد بن عبد القادر زين الدين الرازي الحنفي له تفسير الذهب الإدريس في تفسير الكتاب العزيز، توفي سنة 666 أو 66 من الهجرة الشريفة. القرن الثامن عبدالله بن أحمد النشفي له مدارك التنزيل وحقائق التأويل، أخذ فيه من البيضاوي والكشاف، توفي في السنة الأولى من القرن الثامن يعني 701 من الهجرة. ثانيا العلامة الحلي الحسن بن يوسف له تفسيران، أولهما نهج الإيمان في تفسير القرآن، والأنس لأهل التمييز في تفسير الكتاب العزيز. والعلامة الحلي كما هو معروف من كبار فقهاء الإمامية، توفي سنة 726 من الهجرة. ثالثا عبد الرزاق الكاشاني أبو الغنائم السمرقندي له تفسير يسمى تأويلات عبد الرزاق، وقد ينسب هذا التفسير لابن عربي محي الدين وهو خلاف التحقيق عند المحققين، وفاته سنة 30 بعد 700 من الهجرة. رابعا الحافظ ابن كثير أبو الفداء الدمشقي الشافعي له تفسيره المعروف تفسير ابن كثير، وهو من التفاسير بالمأثور أي تفسير القرآن بالقرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين، وفاته سنة 774 من الهجرة. القرن التاسع أولا ابن إمام الكاملية الشافعي المصري له مختصر تفسير البيضاوي، وفاة هذا الرجل في 74 بعد 800 من الهجرة. ثانيا إبراهيم ابن عمر البقائي برهان الدين له نظم الدرر في تفسير الآية والسور، توفي سنة 74 بعد 108 من الهجرة. ثالثا الثعلبي الجزائري المالكي، وهو غير الثعلبي ابن محمد، له ثلاثة تفاسير أهمها الذهب الإدريس في تفسير كتاب الله العزيز، توفي سنة 76 بعد 800 من الهجرة. القرن العاشر عبد الرحمن الشيوطي الشافعي جلال الدين صاحب الإتقان والبر المنثور، وفاته في 11 من بعد 900 من الهجرة. ثانيا فتح الله ابن شكر الله القاشاني له تفسير منهج الصادقين بالفارسية، توفي بالقرن العاشر ولم تحدد سنة وفاته فيما رأيت. ثالثا محمد الحنفي أبو الشعود له إرشاد العقل السليم إلى مزار القرآن الكريم، وفاة سنة 982 من الهجرة. القرن الحادي عشر أولا بهاء الدين الأصبهاني له العروة الوثقى تفسير مقطع من القرآن الكريم، وفاته في 31 بعد 1000 من الهجرة. ثانيا المولى صبر الدين الحكيم الإلهي له تفسير جملة من القرآن، توفي
سنة 50 بعد الألف من الهجرة الشريفة. ثالثا ملا محسن المعروف بالفوض الخاشاني له تفسير الصافي، وفاته سنة 75 بعد الألف من الهجرة، واسمه محمد ابن مرتضى. القرن الثاني عشر، اولا اسماعيل حقي الاسكوباري الاسلامبولي له روح البيان بالفارسية وهو تفسير عرفاني، توفي سنة 1127 من الهجرة. ثانيا السيد هاشم البحراني المحدث له تفسير البرهان، توفي في السنة السابعة بعد القرن الحادي عشر من الهجرة. ثالثا عبد الغني الحنفي النابلسي له التحرير الحاوي شرح تفسير البيضاوي، توفي في دمشق 1143 من الهجرة. القرن الثالث عشر محمد بن علي الزيدي المعروف بالشوكاني له فتح القدير، توفي سنة 1250 من الهجرة. ثانيا محمود الألوسي أبو الثناء البغدادي له روح المعاني، توفي سنة 1270 من الهجرة. ثالثا محمود الحمزاوي له برر الأسرار وقد التزم فيه بالتفسير بالحروف المهملة، توفي في القرن الثالث عشر ولم تحدد سنة وفاته. القرن الرابع عشر، أولا الشيخ أبو القاسم الخوئي قدس سره، له البيان مقدمة تفسير القرآن، وكان أحد مفردات المنهج في التدريس في كثير من المؤسسات العلمية وبالذات في كلية الفقه. ثانيا الشيخ حسين الطباطبائي له الميزان في تفسير القرآن. ثالثا الشيخ مجاد مغنية له الكاشف في تفسير القرآن، لقد توفي في نهاية الثمانين الميلادية بعد 1900. رابعا السيد عبد الأعلى الشرزواري قدس سره، وقد توفي في سنة 1414 من الهجرة النبوية الشريفة. هذه إيمان موجزة بنماذج من المفسرين على امتداد التاريخ، تاريخ التفسير، تفسير القرآن الكريم، ذكرناها والمعنى وأشرنا إشارة موجزة إلى ما تميز به هؤلاء، إلى ما تميز به بعضهم من ميزات. أما تحديد طبقاتهم من ناحية الترتيب المعنوي فذلك موكول إلى محله إن شاء الله تعالى. وبعد هذه الإمامة القصيرة بتاريخ وبطبقات المفسرين لا بد من الرجوع إلى التفرقة بين التفسير والتأويل لنعطي نبذة موجزة عن معنى التأويل. بعد أن ذكرنا معنى التفسير وذكرنا مدارس التفسير وذكرنا طبقات المفسرين فنعود إلى التأويل، فنقول التأويل مشتق من القول، كالقول يقال آل الأمر إلى كذا أي صار إليه. إذن معنى التأويل هو الإرجاع، إرجاع معنى إلى معنى،
سمي المرجع بالمعال. فالتفسير إذن على هذا كشف المراد من اللفظ، بينما التأويل رد أحد المحتملين إلى ما يطابق الظاهر، كأنه إذا أردنا أن نؤول وفي الآية الكريمة احتمالان أو احتمالات، فإذا رجحنا واحدا من هذين الاحتمالين أو احتمال من هذه الاحتمالات الثلاثة فقد رددناه إلى أحد الأقسام المحتملة. هذا المعنى يعبر عنه بالتأويل، رد أحد المحتملين أو المحتملات إلى ما يطابق الظاهر. يعني كان مرجحات هذا الرد أن نرى أنها أقرب إلى مطابقة الظاهر. هكذا عرفه القاموس، وعرفه مجمع البحرين، وعرفه آخرون بتعريف آخر، وهو صرف اللفظ عن الظاهر إلى احتمال مرجوح لاعتقاد هذا الاحتمال المرجوح بدليل. يعني أحيانا نرد اللفظ عن احتماله الراجح إلى احتماله المرجوح، وعادة ينبغي أن يقدم الراجح، لكن نحن نقدم الاحتمال المرجوح في هذا المورد لاحتمال المرجوح واعتماده بدليل، مش احتمال المطلق للتقييد. مثلا احيانا قد نرى احتمالا راجحا وياتي بصيغه المطلق، لكن احنا نرده الى احتمال اخر لاحتماله للتقييد. ومثل احتمال العام للتخصيص واحتمال المشترك لاحد معنيه وهكذا. ومثال من التأويل مثلا قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم، نرجعه الى الطريق المستقيم، مع ان الصراط معروف ومتميز، ولكننا نحمل الآية على الطريق أي المسلك المستقيم الذي ينتهي بنا إلى الصلاح. اهدنا الصراط المستقيم، هذه النبذة الموجزة تحدد لنا الفرق بين التفسير والتأويل. فالتفسير هو كشف المراد من اللفظ، والتأويل رد أحد المحتملين أو أحد الاحتمالات إلى ما يطابق الظاهر. هكذا عرفه اللغويون والمفسرون. هذا الفصل الذي مررنا به وذكرنا فيه طبقات المفسرين ونماذج منهم في كل قرن من القرون، وفرقنا به بين التفسير والتأويل، به ننهي المقدمات أو بعض المقدمات في الواقع، لأن هناك مباحث تتصل من قريب أو من بعيد بالتفسير، ويضعها المفسرون عادة في صدور تفاسيرهم في مطالع تفاسيرهم، لكن لعدم ارتباطها ارتباطا مباشرا بما نريده، ولأنها تتضمن توسعا قد يبعد بنا عن صلب الموضوع، لم ندخلها في صلب البحث
يشعنا أن نرشد إليها من يريد أن يتوشع في هذه الموارد، وهو على العموم مدونة وموضوعة في صدور التفاسير كما أشرت إليه. هذا ما أردت بعجالة الإشارة إليه كمقدمة أو بالأحرى كتمهيد لدخولنا إلى النماذج المقترحة من التفسير، والتي نحاول فيها أن ننهج منهجا سيلاقي إن شاء الله قبولا في نفوس عشاق التفسير ورواد هذا اللون من الفكر. ومصادر هذا البحث لا بد من الإشارة إليها، ومن أبرز مصادر هذا الفاصل تفسير روح المعاني للألوسي الذي مر ذكره، وذلك في الجلد الأول في الصفحة 7 من طبعة مصر 1985 من الميلاد، ومجمع البيان في الصفحة 68 طبع بيروت دار المعرفة، وتفسير الصراط المستقيم للبروجردي الجزء الأول الصفحة 7 طبع بيروت 1983، ووصول التفسير لعبد الرحمن العك صفحة 46 طبعة بيروت 1986، والبيان للإمام الخوئي قدس سره في سنة المطوع 1966 من الهجرة و66 من الميلاد في صفحة 421. هذه أبرز المصادر التي رجعنا إليها في تحديد مضامين هذا الفصل الذي مررنا به، والحمد لله أولا وآخرا، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيد الأنبياء والمرسلين، سيد الأنبياء والمرسلين، سيد الأنبياء والمرسلين.